السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درس اليوم يا أخوان الكرام عن برنامج اسمه اسبيرو البرنامج ده خاص بي نظام ماكنتوش يعني ملوش نسخه لمستخدمين الويندوز فانا بعتذر لاخواني مستخدمين الويندوز لان مش هيقدروا يستخدموا البرنامج الا على نظام ماكنتوش طبعا الشرح ده موجه لاخواني مستخدمين الماكتوش البرنامج اسمه سبيرو عشان تحمل البرنامج هتحمله من الموقع الرسمي طبعا عشان لو دخلت عليه البرنامج مدفوع فالبرنامج سعره 9 دولار فلو دخلت على الموقع الرسمي مش هتقدر تحمل نسخه تجريبيه فعشان تحمل نسخه تجريبيه من البرنامج هتحمله من موقع ماك ابديت من خلاله هتقدر انك تحمل البرنامج هدوس على داونلود هيحملك البرنامج نسخه تجريبيه هتفك ضغطها وترميها في وترميها في الابلكيشن وبعد كده هتفتح البرنامج اول ما تفتحه اول مره بيقول لك اضيف اسمك حط له اي اسم انا هحط له اسمي محمد هنا بيقول لك حط الايميل اللي انت عايزه ان هو يستورد الايميلات بتاعتك منه انا هحط له ايميل الايميل ياهو هنا بيقول لك حط اليوزر وحط حط الباسورد الخاص بالايميل هتضيف له الباسورد الخاص بالايميل وهتقول له كرييت شويه لحد ما يعمل لحد ما يدخل على سيرفر الياهو ويبدا ان هو يعمل لك استيراد لايميلاتك داخل البرنامج هو كده خلاص بيقول لك انك ممكن كمان تضيف حسابك في الفيسبوك ويعرض لك حسابك في الفيسبوك طبعا انا مش عايز هقول له ليتر لو انت عايز اقول له قول له كونكت تو فيسبوك هقول له ليتر هقول له, هقول له done. خلاص هيفتح البرنامج زي ما احنا شايفين كده هو بيعمل استيراد لجميع الايميلات اللي جات لي في برنامج الياهو او في معذره في سيرفر الياهو طبعا البرنامج رائع جدا انا استخدمه منذ فتره ورائع جدا اي بريد جديد جديد ياتي الي البرنامج اوتوماتيك بيديني اشعار يقول ان في بريد جديد طبعا تقدر تضيف فيه اكتر من ايميل يعني مش شرط يكون ياهو بس ممكن تضيفي ايميل هوت ميل وممكن تضيفي فيه جيميل تنتظر شوي اهو جابلي جميع الايميلات اللي جاتني حملها مره واحده زي ما احنا شايفين كل اللي عليك انك بس هتضغط على الايميل من هنا هيعرض لك الايميل في الصفحه الثانيه تضغط على اسم الايميل هيعرض لك الايميل كامل هيعرض لك المحتوى كامل الخاص بالايميل في في الجهه اليمنى من البرنامج. طيب هنا لو انت عايز لو انت مثلا في حد بعت لك رساله وعايز ترد عليه تعمل له حاجه اسمها ريبلاي مثلا يقول لك مثلا انا جات لي رساله مثلا من منتديات شريف تعليمي انا عايز ارد عليه بضغط على الزر او الاختصار ده هو السهم المايل ده اقول له اقول له آه ريبلاي ريبلاي يعني آه اعاده ارسال هيفتح لك نافذه زي, زي ما انت شايف هتروح جاي كادي فيها الرساله انت عايزها وهتقول له ايه وهتقول له سند ارسال آه هنا لو انت عايز تمسح الرساله بتدوس على ايه ديليت هيمسحها لك طيب آه هنا لو انت عايز تعمل لو انت عايز تبعت رساله جديده تضغط هنا هيقول لك انت عايز تبعت رساله مين هتضيف الايميل انت عايز تبعت له هنا وتكتب الوصف بتاع الرساله وتكتب الرساله كلها هنا وتعرف وكمان يمكنك انك تي تنسقها من الخيارات دي الخط تقدر تظبط الخط تقدر انك تدخل الخط هنا في الخيارات الموجودة في البرنامج هنا بيقول لك بيجيب لك لو انت دوست على علامة مفضلة على اي واحدة من دول بيجيب لك بيعرض لك الايميلات المفضلة هنا وهنا بيعرض لك الايميلات اللي انت ارسلتها مسبقا هنا بيعرض لك الايميلات اللي انت مسحتها خالص وهنا ممكن تبحث عن اي ايميل انت عايز تبحث عنه من خلال قائمة البحث هنا آه طبعا انا عايز كمان انا دلوقتي هضيف فيه ايميل واحد انا عايزك اضيف فيه كمان ايميل مختلف بضغط على آه طبعا من شريط المنيو بار فوق بضغط آه على على <applause> اسم البرنامج فوق وبختار حاجه اسمها بريفرنسز الخصائص ومن خلالها بخش على اكونت وبضغط على بضغط على علامه الزائد دي بيقول لي عايز اكتب اسم الايميل اللي انت عايز تكتبه جديد مثلا بكتب له مثلا اكتب بكتب له مثلا محمد تاني او بكتب له محمد مثلا اثنين وبكتب له ايميل تاني مثلا مختلف انا هكتب له مثلا ايميل مثلا ايميل ياهو تاني مختلف نفس النظام بضيف الباسورد بتاع الايميل بقوله له create شويه لحد ما يحمل كده هو اضاف لي ايميلين ياهو طبعا مش شرط انا قلت مسبقا في اول الدرس مش شرط انك تحط ايميل واحد فقط او من سيرفر معين ممكن تضيف ايميل جيميل وممكن تضيف ايميل آه هوت ميل طيب آه طبعا هنا هتلاقي لو تلاحظ أنا هتلاقي هنا هتلاقي في هنا جايب لك لو ضغطت على الايقونه دي هيجيب لك اسم الاول اسم الايميل الاولاني يعني مسافه توقف المؤشر على هيجيب لك اسم الايميل الأول... اسم الايميل الاولاني وهنا تاني تاني خيار بنفس برضه شكل ياهو بيعطيك برضه الايميل التاني اللي ادخلته لو انت عايز تصفح الايميل الاولاني تدوس عليه على الخيار ده لو انت عايز تصفح الايميل الثاني بتدوس على الخيار ده زي ما احنا شايفين طيب لو انت عايز تصفح جميع الايميلات مره واحده بتدوس على اول خيار بيجيب لك بيعرض لك جميع الايميلات اللي انت مسجلها سواء لو انت مسجل 10 ايميلات بيجيبوا بيجيب لك كلهم مع بعض آه طبعا ده الدرس نبذه سريعه عن البرنامج طبعا البرنامج فيه خصائص ثانيه جميله جدا هتكتشفوها من خلال استخدام البرنامج آه طبعا البرنامج رائع جدا ويعني صراحه يعني اغناني عن برنامج الميل الخاص بي. <سؤال> اللي هو الجامع سيستم نفسه او الموجود في سيستم المكنتوش نفسه. اي نعم البرنامج فيه تحسينات كتيره جدا فيه تحديثات بس برضه انا اشوف ان البرنامج البرنامج اللي هو اللي بشرح عليه الحين ده يعتبر يعني افضل برنامج شفته لحد دلوقتي سريع وسلس وسهل جدا في التعامل مع الايميلات اللي هي بتجيلك من السيرفرات الخاصه اللي انت مشترك فيها. طبعا ده درس بكل سهوله وسامحوني كان في تقصير في الشرح لا تنسوني من دعوتكم الصالحه كان معكم اخوكم في الله محمد جابر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته